ونسوي اشياء حلوه لكل البلد. اللي شاركوا بالشجره هم اصحاب العساكين تبعت الجيش، وكثير كثير كثير لنا الشجره. واهلا وسهلا بالجميع، وان شاء الله كل سنه زي ما تعودنا احنا اهل الجيش، ايد بايد نخليها حتى الجيش نحميها ونرفع راسنا بكل بلاد. والجيش فياش طوائف، ما فياش ولا حزب معين. احنا تعودنا وزي ما تعودنا ومنضلنا عايشين مع بعض. اليوم احنا على ابواب عيد الميلاد كرئيس مجلس محلي في الجيش. شو بتحب توجه كلمه بهذه المناسبه؟ اول شيء مناسبه ولاول مره نقول كل عام وانتم بخير لكل اهل البلد. نشكر كل واحد تبرع بناء الشجره الحلوه. ان شاء الله ايامنا بتكون فرح بهذه الامن السلام بهالمنطقه. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. كل واحد على ظهره كيس تحملوا وترحلوا. وانت يا بابا نوال البلد العربية، عالخليج عالخليج مصدر عالخليج، راح تصير الملك نير ولك الفراريج. عالخليج عالخليج مصدر عالخليج، راح تصير الملك نير ولك الفراريج. وانت يا بابا نوال تنزل على قبيا. هونيكي في ناس بيوتهم سيارات والشتي نازل عليهم والبرد لابس ايديهم والنوم هجر عينيهم هرب الضحكات ضحكات. يا بابا نويلة روحوا دوروا بالسحر خلي الولاد الحلوين يلطروا بالسحر. معنا علم عرب نائب الرئيس المجلس المحلي في الجيش. اليوم احنا على ابواب عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، فكلمة تحية وكلمة شكر لكل اللي اشتغلوا كل اللي عملوا في هاي المجال. احنا بنقدم لكل العساكين وكل المصالح بالبلد مشاركة بشجرة، بنخص الاخ يوسف خلول والاخ احمد زينب على المبادرة اللي قاموا فيها لأول مرة بعصر الجيش. نتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد ورأس سنة مباركة. نطلب من كل أهل البلد بكل مناسبات الأعياد وكل الطوائف إسلامية ولا مسيحية يشاركوا بهذه الطريقة بهذه السنة اللي كانت هذه المرة الأولى في الموضوع.